سويس. مع الهاتف معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس. مع الفريق مساء الخير. يا فندم متشكرين على المقدمة الجميلة دي. الله ينور، أنت لخصت الموضوع كله يعني. مبروك. ينقص حاجة واحدة بقى، إن مع كل دول كمان متابع سيادة الرئيس، يبقى كده خلاص يبقى ألف مبروك. سيادة الرئيس اليومية طبعا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يعني يعني أنا جبت الناس أفكرهم كنا بيقولوا علينا إيه؟ وإيه اللي بيحصل النهاردة؟ تعليقك سيادة الفريق على هذا الإنجاز اللي أنا فخور وفعلا بأبصه كبشرة خير للناس. والله هو طبعا احنا كلنا متفقين طبعا ان لولا قناه السويس الجديده احنا ما كناش حققنا هذه الارقام. قبل قناه السويس الجديده كنا بنحقق حوالي 45 ل 50 سفينه في اليوم. احنا دلوقتي يعني احنا يمكن اتكلمنا مع بعض في شهر نوفمبر السنه اللي فاتت، اعلى عبور للسفن 94 سفينه. النهارده احنا بنتكلم على 107 سفينه بحموله 6 مليون و300 الف طن. ارقام طبعا غير مسبوقه ما كانت تتحقق لولا الرؤيه الاساسيه الواضحه لسياده الرئيس لقناه السويس الجديده هتحقق نجاح ونجاح فوري وباهر، بدليل ان هو صمم ان قناه السويس الجديده تحفر في سنه واحده بدل 3 سنوات، لكن احنا مش هنستنى لسه 3 سنين عشان نحقق عائد او نحقق ربح. وحقيقه ان الرؤيه دي كانت موجوده عند المصريين، المصريين اللي نزلوا جمعوا 64 مليار جنيه في اسبوع عشان يمولوا المشروع دون، برضه كان عندهم نفس الرؤيه ان هو لا المشروع ده ناجح، فده في قناه السويس هيبقى مشروع ناجح وحقق النجاح المطلوب منه، علاوه على انهم دعمهم لسياده الرئيس وتاكيدا على انتخابهم لسياده الرئيس وان هو فعلا القائد مع مشروع ناجح هينجح ان شاء الله. وده كان على فكره اول مشروعات اول مشروع الرئيس. صحيح. صحيح. صحيح صحيح يعني هو ده كان يعني قاطره المشروعات كلها، هو اللي جر كل المشروعات كلها بعد كده للنجاح. فالحمد لله رب العالمين نجاح مبهج زي ما حضرتك قلت، وان شاء الله نطلع ان احنا نتقابل تاني مع بعض ويكون الارقام اكتر من كده بكتير باذن الله. يعني سعاده الفريق الايراد السنوي لقناه السويس تقريبا تضاعف. طبعا احنا كنا بنتكلم في 4 مليار و 800 مليون، احنا السنه اللي فاتت محققين 8 مليار دولار لغايه دلوقتي حساباتنا ان احنا ان شاء الله لاخر السنه هيبقى على يونيو يعني السنه الماليه هنبقى عاملين 8 مليار 600 مليون، فيبقى فعلا زي ما حضرتك بتقول تضاعف يمكن ازيد من الضعف كمان. يعني ربنا يقويكم سعاده الفريق، وانا بهنئ الشعب المصري وهنئ حضرتك وسياده الرئيس بهذه الارقام التي تثبت ان هناك بعد نظر ورؤيه سياسيه ورؤيه اقتصاديه واضحه لسياده الرئيس. شكرا سعاده الفريق. شكرا يا فندم.